من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بضيوف الكرام وبرحب اكيد بمشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك اكيد فوز النادي الاهلي على هليوبلس بنتيجه 63-54. طبعا يعني خليني اقول انه النهارده كان اداء مميز جدا من فريق النادي الاهلي، ولكن دلوقتي معايا المدير الفني لفريق هليوبلس كابتن عماد الدين محمود. برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. في البدايه بقول لك طبعا هارد لك. قبل ما نتكلم على مباراه النهارده خليني ابارك لك اكيد على حصولك ببرونزيه كاس مصر مع الفريق، وخلينا بقى نتكلم على تحضيرات النهارده، مباراه النهارده. طبعا مبروك نادي الاهلي كاس مصر اللي كان مباراه رائعه بين الاهلي وسبورتنج، والفوز بكاس مصر مبروك. مبروك التاهل لفاينل السوبر للاهلي، وسبورتنج واضح انه ان شاء الله هيوصل للسوبر، ونتمنى مباراه تليق بالاسمين الكبار اهلي وسبورتنج. احنا الحمد لله حققنا مركز ثالث، والكل عارف الامكانيات الموجود فيها نادي هليوبلس حاجه فوق التارجت ان الفريق بالامكانيات دي يوصل للمركز ده. طبعا بشكر مجلس اداره نادي هليوبلس والجهاز الفني اللي موجود معايا واللجنه على الدعم، وقدرنا الحمد لله نحقق نتيجه كويسه جدا. يعني بتمنى ان شاء الله يبقى في توزيع اكتر للفرص للفرق كلها، بحيث يبقى في دوري اقوى شويه. طبعا كل عارف ان اهلي وسبورتنج هم القطبين في السله سيدات، نتمنى الموضوع يزيد شويه ويبقى في دعم من الانديه يجيبوا محترفين على مستوى عالي. طبعا محترفه الاهلي ظهرت بمظهر مشرف، وواضح ان هيبقى نهائي دوري السوبر هيبقى قوي، ونتمنى الفوز للاقدر ان شاء الله. كابتن عماد، يعني النهارده في اخر شوط يمكن عملته كامباك قوي جدا، كلمني اكتر كمان على مشوار هليوبلس الفتره اللي جايه. احنا طبعا الكوارتر الاولاني والثاني كان اداء سيء جدا، لان الفريق حاسس انه حقق الهدف بتاعه انه يطلع ثالث، فما كانش مستعد نفسيا. فبين الشوطين كلمتهم قلت لهم العيب احنا المفروض ثالث، فثالث المفروض يظهر ند شويه. ابتديت اركز على حتى العناصر اللي انا اقدر اعمل بيهم كامباك. الاهلي طبعا ضمن الجيم في جيبه، فكان بيلعب بهدوء شويه. الحمد لله الولاد قدروا او البنات قدروا يعوضوا في الثالث والرابع، وخلينا المنظر الى حد ما مقبول ان احنا نطلع بشكل ثالث. دي كانت تحضيرات الموسم اللي جاي. الله اعلم هيبقى عامل ايه، هل اداره النادي ممكن تساعد انها تدعم بلعيبه اجنبيه. انا قبل اي حاجه عايز ارحب بالضيوف اللي في الاستوديو، كابتن نبيل بخيت وكابتن احمد اسماعيل، وبتمنى توفيق النادي الاهلي. وانا مبسوط ان قناه النادي الاهلي بتنقل احداث كره السله سواء في الولاد او البنات، ودي طبعا هتبقى داعم لكره السله. الميديا مهمه جدا في المجال كره السله. كابتن عماد طبعا بشكرك ونورتنا، وكل التوفيق لحضراتكم. شكرا. شكرا. مريم، ده اكيد كان لقائنا مع كابتن عماد الدين محمود المدير الفني لفريق هليوبلس. بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه. شكرا.